مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في تايم لايف. وصلنا دلوقتي لفقرتنا العالميه ومتابعه لاخر اخبار كره القدم العالميه. نبدا فقرتنا من انجلترا والاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، اللي خلاص قال انه لا يخطط الى التعاقد مع لاعبين جدد في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه، لكنه قال انه يجب على النادي تجديد التشكيله في نهايه الموسم الجاري. ولم يضم سيتي بديلا لمدافع كومباني في نهايه الموسم، وفقد السيتي طبعا خدمات المدافع لابورت بسبب الاصابه، ليتوفر فقط امام جوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي ستونز واوتوميندي. اكيد يمكن كان في مشاكل كتيره بيعاني منها بيب جوارديولا في المباريات الاخيره بسبب الدفاعات او بسبب اللعيبه اللي كانت موجوده يعني. وذكر التقارير ان السيتي بيرغب في ضم سويونكو مدافع ليستر سيتي، لكن جوارديولا اكد انه سيواصل الثقه في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عام اللي بيشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع. قال بيب جوارديولا كمان للصحفيين: لا اريد ان اي لاعب في يناير لم نتمكن من التعاقد مع قلب الدفاع في الصيف نيكولاس اوتوميندي، استمر وقررنا ان يشغل فرناندينيو هذا المركز وذلك كل شيء. واكد جوارديولا انه سيقيم موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهايه الموسم. مع احترام الجوارديولا، لكن فرناندينيو لم ينجح في مركز قلب الدفاع، والاخطاء الكارثيه اللي شفتها وكلفت السيتي خساره كل هذه النقاط في الفتره اللي فاتت اكبر دليل على صحه كلامي. فرناندينيو لعيب كبير ولكن متوظف غلط، مش قادر يعمل اللي طالبه منه بيب جوارديولا. لسه في انجلترا، واعلن الاتحاد الانجليزي لكره القدم تعيين تايلور حكما لمباراه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مانشستر بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. وهيلعب مانشستر سيتي مع يونايتد السبت المقبل على ملعب الاتحاد في قمه الاسبوع 16، في مباراة هتكون صعبة جدا على الفريقين. السيتي هيحاول الاقتراب من القمة واستغلال سقوط طبعا ليفربول. على الناحية التانية لليونايتد اللي هيحاول الخروج من دوامة النتائج السلبية، وربما تكون الفرصة الأخيرة لسولتشاير، وده لو عدى بكرة من موقع توتنهام أكيد في قمة الأسبوع 15. عشان كده المباراة محتاجة حكم بخبرة وشخصية تايلور، يعني زي ما بتبقى هنا في ماتشات صعبة بتبقى محتاج فيها حكام لا جدال عليها، محدش يقدر يطلع يقول الحكم حسب حاجة غلط، لأن مباريات الديربي هناك مانشستر ومانشستر بتبقى صعبة. كل فريق عايز الثلاث نقاط، كل فريق بيطمح في حاجة أكيد محتاجها. كاملين لسه جولتنا الإخبارية في إنجلترا، ونروح لنادي أرسنال اللي لسه بيدور على البديل المناسب لأوناي إيمري المدير الفني السابق للفريق، واللي تمت إقالته يوم الجمعة الماضي. وضعت إدارة أرسنال الإنجليزي 12 مدرب في قائمة أولوية في القائمة الأولية لخلافة أوناي إيمري، على رأسها جه بوتشيتينو وأرتيتا وروجرز وأليجري وسانتو، ويتولى طبعا ليون بيرج قيادة الجانرز بصورة مؤقتة. طبعا يعني خلينا أقول لحضراتكم، أرتيتا لن يترك منصبه كمساعد لبيب جوارديولا إلا مع نهاية الموسم. روجرز مش هيسيب ليستر سيتي، خصوصا بعد النتائج المذهلة اللي عاملها مع الفريق واحتلال وصفة الدوري الإنجليزي بجدارة حتى الآن. خليني أقول لحضراتكم أن المنافسة هتكون بين بوتشيتينو وأليجري على قيادة أرسنال في الفترة اللي جاية، ودول الاسمين اللي ممكن يكونوا يعني أقرب شوية أو المتاحين أمام نادي أرسنال في الفترة اللي جاية. نطلع من انجلترا لايطاليا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي اللي علق على موسمه الاول في ايطاليا، وكان كريستيانو حصل على جائزه افضل لاعب في الدوري الايطالي عن الموسم الماضي امس، بعد ما قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو المره الثامنه على التوالي. وقال رونالدو خلال الحفل بعد تسلم الجائزه: ساحاول التحدث باللغه الايطاليه، انا فخور بان اكون افضل مهاجم في ايطاليا. واضاف كمان: اشكر زملائي في الفريق واللاعبين اللي صوتوا لي. بعد اللعب في إيطاليا لمدة عامين يمكنني القول إنها بطولة صعبة جدا، وأتم كريستيانو كلامه: أشكر جميع من صوت لصالحي وأأمل أن أحقق نفس النجاح في العام المقبل إن شاء الله. أكيد طبعا كريستيانو رونالدو واحد من نجوم العالم، يعني ماشي بشكل كويس جدا مع يوفنتوس، ويمكن امبارح حصول ميسي يعني على الكرة الذهبية هو اللي عمل حالة كده شوية. لسه في إيطاليا، ومنح دي لورينتس رئيس نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي الجنوب فرصة أخيرة لكسر سلسلة النتائج السلبية اللي بيحققها الفريق خلال الفترة الماضية، وده وفقا لما نشرت صحيفة لجازيتا ديل سبورت الإيطالية، فإن رئيس نادي نابولي أمهل أنشيلوتي فرصة أخيرة لكسر السلسلة السلبية في المواجهتين اللي جايين أمام أودينيزي وطبعا في منافسات الدوري الإيطالي، وخنك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا. وأضاف
انه حال عدم حدوث تغيير في الامور في المباراتين فانه هيتم اقاله انشيلوتي من القياده الفنيه لنابولي وهيحل مكانه جينارو جاتوسو طبعا حتى نهايه الموسم. ازدادت بقى الضغوط على الايطالي كارلو انشيلوتي بعد ما فشل في تحقيق اي فوز في اخر 8 مباريات بكل المسابقات، وكانت اخر اخفاقات نابولي الخساره امام بولونيا 2-1 على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجوله ال 14 من منافسات الدوري الايطالي، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب. هننتقل من اسبانيا، نروح لاسبانيا مع نادي اتلتيكو مدريد، وخلاص الارجنتيني دياجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد الاسباني خلال الفتره اللي جايه بالبحث عن مهاجم صريح بعد ما اتضحت حاجه الفريق للاعب رقم 9 خلال المباريات اللي فاتت، وخسر فريق العاصمه الاسبانيه امام يوفنتوس وبرشلونه وغاب الحسم عن الفريق خلال المواجهتين، مما دفع اتلتيكو لاستهداف اسماء هجوميه قويه في شهر يناير، كان ابرزها مورينيو وكافاني طبعا نجم اكيد باريس سان جيرمان، ولكن لسه مش عارفين ممكن مين اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده. بس يعني خلونا نتكلم بكل صراحه، موراتا مش قادر يحل اللغز بتاع رقم 9 اللي محتاجينه اتلتيكو مدريد، موراتا مش ماشي بشكل كويس، حتى جواو فيليكس سيميوني وظفه ولكن مش 9، وظفه تحت راس الحربه، عشان كده هو الراجل عايز يجيب سترايكر صريح، واحد من نجوم اي دوري بقى ممكن نشوفه مين اللي هيكون موجود في اتلتيكو مدريد الفتره اللي جايه. هنروح دلوقتي الجوائز بقى البالون دور، وزي ما قلت مع حضراتكم اكيد الاسبوع اللي فات ان ميسي هو الاقرب بالفوز بالكره الذهبيه لهذا الموسم، بالفعل فاز الارجنتيني ميسي بجائزه الكره الذهبيه المقدمه من فرانس فوتبول لافضل لاعب في العالم لعام 2019 للمره السادسه في تاريخه. وجه نجمنا المصري محمد صلاح في المركز الخامس في قائمه الافضل في العالم ليحسن مركزه عن الموسم الماضي عندما جاء في الترتيب السادس، وما حضرش محمد صلاح الحفل في باريس بعد تاكده من عدم فوزه بالجائزه، لكنه حصل على مركز متقدم متفوقا على كل نجوم العالم باستثناء 4 فقط. كان صلاح قد حصل على المركز الرابع في جائزه افضل لاعب في العام في العالم 2019 من فيفا ذا بيست بعد ليونيل ميسي وفان دايك كريستيانو رونالدو. خلونا نستعرض مع حضراتكم طيب دلوقتي قائمه افضل 20 لاعب في العالم. جواو فيليكس من اتلتيكو مدريد، ماركينوس من باريس سان جيرمان، فان دي بيك من اياكس امستردام، كريم بنزيما ريال مدريد، فاينالدوم ليفربول، وكاليدو كولوبالي من نابولي، تيرشتيجن طبعا حارس مرمى برشلونه، هوجو لوريس توتنهام، سون من توتنهام، واوباميانج من ارسنال، تاديتش من اياكس امستردام، والكسندر ارنولد طبعا ليفربول، انطوان جريزمان برشلونه، روبرتو فيرمينيو ليفربول، سيرجيو اجويرو مانشستر سيتي، ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، كيفن دي بروين مانشستر سيتي، وايدن هازارد ريال مدريد، رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، وفرانكي دي يونج من برشلونه، رياض محرز مانشستر سيتي، وبرناردو سيلفا ايضا من مانشستر سيتي، وليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ألسن بيكر من ليفربول، ومبابي من باريس سان جيرمان، محمد صلاح ليفربول، ساديو ماني ليفربول، وكريستيانو رونالدو من يوفنتوس، وفان دايك طبعا من ليفربول.